المستشفى العموميه للصحه الجواريه بعين فوشن. انا من خلال هذا الموعد وهذه الجلسه اللي تعتبر جلسه تقييميه ووقفه تامل يعني ويعني مواصله العمل الميداني نظرا يعني لفعاليه واهميه الخرجات الميدانيه، يعني التمسنا من هذه الخرجات ان هناك يعني تنامي ونمو الحس يعني التوعوي لدى المواطن، يعني لو سيتوايان سيبدا يستوعب اللي يتجنب لمكافحه هذا الفيروس اللي كان يعتبر يعني هين اصبح يعني حقيقه ملموسه. احنا من خلال هذا المنبر نعطوا رساله باللي ما يلقش نطيحوا في فخ تهاون، كلما نقصنا التحسيس كلما نقصنا الخرجات الميدانيه لاحظنا باللي كاين تهاون، وين يوصلوا قادرين يوصلوا تيفيد باللي هذا الوباء وهذا الفيروس اختفى. احنا نقول لهم خطا، الفيروس ما يروحش حتى يقطع يعني الدابل تاعه جذريا. ثاني مام في الدول يعني المتقدمه اللي راها طبق هذا يعني البروتوكولات الصحيه، احنا رانا نفس الشيء، رانا كيما هما، رانا نمروا على المراحل من غسل اليد، بدايه من غسل اليدين الى يعني هذه التباعد الاجتماعي وال يعني ثقافه حمل الكمامات ووضع الكمامات اللي اصبحت دروك يعني ريفلكس يعني فعل انعكاسي ديريكتومون، ما كانش دروك اللي راه يخرج وما يخرجش مع البافيت، البافيت دروك اصبحت تدخل في السلوكات اليوميه تاعنا، سي قادير كانك راك تلبس صباط تجي خارج ما تخرجش بلا صباط، كمامه داخل دروك قضيه التطبيق ولات كيما قوانين اخرى المفروضه علينا، باسكو ما ننسوش باللي احنا كمواطنين كاين الجانب الردعي، احنا ما نتسكتوش وكما تكونش التزهير شويه. لكن كيما يعني ليطا ولا الحاجه تاع لا سانتير سيكوريتي كانوا يتهاونوا ما يديروهاش من بعد، رغم انه يعرفوا العقوبات كيما حنا نعرفوا العقوبات تاع عدم حمل الكمامه، يعرفوا العقوبات تاع عدم وضع هذيك الحزامه لا سانتير سيكوريتي، ورغم ذلك يلعبوها ما يعرفوش يتغاضوا على هذا الجانب. هنايا هذا لا يمنع كذا تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، حنا نحن هنا من هذا يعني الوقفه اللي رانا فيها مواصله العمل التحسيسي ونقول لهم باللي مازال التعبه ما راهاش مليحه، كاين تحسن استحسان بين باللي يعني نتائج مرضيه ما شاء الله، المواطنين ولاو يلتزموا يعني بهذه الشروط الوقائيه، بصح هذا لا معناه اننا ندوك غولاشيون سوسيال كان لا ربطها وين قهوه عندك سندوك ديسوا دونك. وثاني حاجه واحده اخرى هي ما بعد الجائحه، انا كممثل تاع الصحه نقول كطبيب باللي هذه الجائحه علمتنا وعطتنا دروس. ما هي هذه الدروس؟ الدروس باللي الثقافه الصحيه غايبه عندنا لدى المواطن في كل المجالات، الغذاء ما كانش غذاء متوازن، ما كانش نظافه تاع الجسميه حاضره الى اخره. هذه الجائحه عطتنا درس بان يا جماعه فضلوا في المنطقه في المنطقه انكم تلتزموا بهذه الثقافه الصحيه. من بعد ما الجائحه احنا نستمروا في بركه الحمد لله، علمنا دروس باش نولوا نعرفوا باللي صحه الجسم من صحه اليدين، عرفنا باللي هذه اليدين هما السوكس دو بروبليم، هذه اليدين هما سبب الوباء. الجسم كي يكون صحيح ما تكونش مريض، كل الامراض اللي رانا نشوفوها القلب الكلى الرئتين سببها اليدين. لذلك كان يوم عالمي 5 مايو غسل اليدين، قالوا يوم عالمي ماشي بعض 5 مايو سموه يوم عالمي لغسل اليدين. روح ريستورون ما تكونش يدين قايين راك متعرض للخطر. اذا ان شاء الله نخرجوا بنتائج من هذه الجلسات المستمره وتكون ان شاء الله كذا بالخير وبركه على كاع يعني المواطنين الجزائريين ان شاء الله. نشكرك في الجزائر.